بالماضي كان زواج الفتاة زواج مبكر، كانت الفتاة تتزوج بسن مبكر جدا، بسن 16 سن 15 يزوجوها أهلها بدون استشارتها، بدون ما تعرف هي وبدون اختيارها، فكان اختيار الأهل إلها بالزواج المبكر، وهذا كان يعني كثير طبعا سيء على الفتيات في السابق. حاليا مع التكنولوجيا، مع العلم، مع التوعية المجتمعية من قبل كل المجتمع الفلسطيني، فصار الفتاة أوعى، فالأهل كمان أوعى، إنه صار الزواج متأخر أكثر من قبل. كان في الماضي هناك في زواج للفتيات بعمر صغير جدا، لكن حتى الآن نتيجة التطور الثقافي والوعي الثقافي والتكنولوجيا أصبح هناك في تطور لهذه الظاهرة، أصبح هناك في قلة في هذه الظاهرة بالرغم أنه هي موجودة لكن ليست بوجودها في الماضي. لسه موجودة في المجتمعات العربية وخاصة في المجتمع الفلسطيني، في بعض عندنا في بلدان أو بعض مدن في لسه لحد الآن في فتيات بتزوجوا بسن مبكر 16 و17 و15، وهذا الحكي موجود. لكن إذا كان هناك في زواج 14 عاما و16 عاما، أولا بنتج من هذه نتائج سلبية على الأهالي نفسها وعلى كذلك الطفلة نفسها، لأن الطفلة هي أصلا مش متوقعة أنه عملية الزواج هي مسؤولية، فهي مش رايحة على لعبة. يعني في يعني الأب اللي بيزوج بنته حاليا في هالأيام بزواج مبكر في أسباب كثيرة، منها أسباب مادية بيكون هو محتاج ماديا وبده يأخذ المهر تاعها له، ممكن يزوجها زواج مبكر. مع كمان في بعض في مجتمعاتنا عندهم العادات والتقاليد، العادات والتقاليد هي اللي طاغي عليهم انه لا لازم البنت تزوج بسن مبكر لانه اسطر إلها، احسن إلها، لانه اللي عنده بنات كتار مثلا، عنده مخلف خلفه كثيره بنات، مثلا 6 بنات 7 بنات، ويجيها نصيب لبنت صغيره بزوجها. يعني هذه الشغلات طاغيه لسه في بعض مجتمعاتنا. كمان عدم التوعيه، يمكن التوعيه مش وصلتهم ايش مساوئ الزواج المبكر للفتيات. في اهل بيهتموا بالعادات والتقاليد اكثر من اهتمامهم بنفسيه البنت او بصحة الفتاة أو بمستقبلها كمان، المهم إنه يجوزها عشان يسترها. اللي بيعتبر الأهالي إنه والله بدي أحافظ على بنتي أزوجها من عمر 14 سنة، هذا فكر غير صحي وفكر بحاجة أن يكون هناك وعي أكثر للأهالي من تزويج الفتاة بعمر صغير بعمر 14 عاما، هذا غير لائق لا صحيا ولا ثقافيا ولا حتى مجتمعيا. صحيح، هلا في هناك بعض الظواهر انه عمر 18 عاما يتم تزويجها، لكن هذا الامر بين 18 عاما او حتى العمر 14 سنه ولا 16 سنه هو متقارب، فان كان 18 ولا 14 ولا 16 هي ما زالت طفله، هي بحاجه ان يكون هناك في من نوع من تربيتها، نوع من تعليمها. قناعتي في الموضوع ان هالفتاه تتزوج على سن 18 وتعمل عيله وتكون اسره صعب جدا، صعب جدا. فالفتيات حاليا يعني خاصة بسن المراهقة بكونش عندها توعية كديش انها لو تزوجت بهذا السن انها راح تتندم بكرة، وراح تكون مسؤولية وعبء عليها، خاصة الاطفال وخاصة حمل الولادة كمان، هذا صعب جدا بالسن المبكر خاصة على صحتها كمان، فكثير صعب. فكثير انا بعرف فتيات يعني زوجوا بسن مبكر وبعد ما صارت بسن وعيت يعني بسن 27 28 اتطلقت لانها صارت تفكر انه ليش انا عملت بحالي هيك، كثير وكان في سبب للطلاق بهذا الحكي. زواج البنت بعمر 18 يعني انا بشكل قاطع بحكي فيه انه هو غلط كبير، بغض النظر لو اجلها شخص مناسب، بغض النظر عن الظروف، لا بس بعتبر انه عن جد البنت بس تتزوج بهذا العمر هي عم بتدمر حالها اكثر ما هي عم بتفيد بحالها. لازم يكون في تأني، هي بهذا العمر مش جاهزة، البنت لازم تكون جاهزة بعد عمر نحكي تقريبا نحكي يعني كحد أدنى 22 سنة. أنا بعتبر إنه كمان بعمر 18 ما بيكون عندها الوعي الكامل لأنها تدير حياة كاملة، تدير مسؤولية، وكمان إحنا في مجتمعنا يعني دائما بلقوا المسؤولية على كاهل المرأة، ما في عندنا مبدأ التشارك بتحسي إنه متعارف بين الناس بشكل كبير، يعني مجرد ما البنت تتزوج خلص بيحكوا إنه البنت هي بتكون مسؤولة عن أمور البيت، البنت هي بتكون مسؤولة عن أمور الأطفال، ما عندنا مبدأ المشاركة. دور العلم طبعا، العلم هو اساس كل شيء طبعا، كل ما كان الانسان عنده علم وعنده توعيه وعنده ثقافه بعدم زواج الفتيات في السن المبكر وفرق الزواج الكبير اللي يكون بين الزوج والزوجه،
كثير بيساعدنا على انه الفتيات يصير عندهم توعيه ويصير عندهم علم انه ما يتزوجوا، بوقفوا عن الزواج مبكر. طبعا في فرق كبير بين الفتاه اهلها متعلمين واهلها غير متعلمين، يعني الفتاه اللي اهلها متعلمين راح يتفاهموا، لو هي بدها تيجي تحكي لهم انا بحب واحد بدي اتزوج، بس بتكون صغيره بسن 16 بتحب واحد بدها تتزوج، اكيد اهلها راح يمنعوها وراح يقفوا بهذا الحكي. لكن تيجي للناس اللي مش متعلمه، طبعا مع احترامي للناس اللي مش متعلمه، ممكن يكون عندهم ثقافه بس مش يعني مش ضروري انه يكون مش متعلم، بس بكون عنده توعيه وعنده ثقافه وعنده توعيه انه يوعي بنته عن عدم الزواج المبكر. لو اجينا ناخذ انه ام جاهله يعني مش متعلمه بتاتا ولا بتعرف ايش مساوئ الزواج المبكر، ممكن هذه الست ممكن او الاب حتى ممكن يزوجوا بنتهم زواج مبكر ويخصبوا البنت على الزواج مبكر. انا بالنسبه لي اي فتاه تتعلق بظاهره حب بعمر 18 عاما انا بعتبرها انها تراجع نفسها، يكون هناك في دراسة للحالة اللي بتشعر فيها أن هناك في حب. هناك صح أن هناك في علاقات الحب، ولكن هذه العلاقات الحب يعني غير مدروسة، أنا بعتبرها بقناعتي هي غير مدروسة، هي فترة بتكون يعني في حالة من الحالات اللي شعر في نوع، أنا بعتبرها أنها في اللاوعي العقلاني. فاللاوعي العقلاني إذا بعملية إنه هي بدها تتزوج بعمر 18 عاما، هي بعد ما تتزوج وتنتهي علاقة الحب، فبالتالي الحب هي فترة محدودة، فترة المحدودة إذا شعرت إنه الحب التغى فبتشعر إنه في مشاكل عائلية أسرية، لكن هي الزواج هي مسؤولية وعلاقة احترام. صراحة موضوع الحب يعني هو موضوع يعني معقد صراحة، أنا بعتبره مش موضوع شوي بسيط، لأنه في فجوة، يعني مثلا مش كل الناس لما تحب بتكون واعية. في بنات المراهقات، نيجي هلا نحكي فئة المراهقات اللي بكونوا يعني من عمر 15 فما فوق، هاي الفترة ما بيكون عندهم الوعي الكامل، خلص بيكونوا تلقائيا عندهم مشكلة المشاعر وخلص، بس بدهم يعبوا مشاعرهم، يعطوا مشاعرهم لأي شخص، فما بيكون في وعي كثير كامل وكبير في هذا الموضوع. وليش عم تقول هالكلام إلي أنا؟ روح قوله لأبوك. لأنك الظاهر موافقة على فعل أبي. بالعكس يا تيتي، لك بالعكس، ولو ترجع الشغلة إلي ما باخد لأبوك إلا بنت 16 سنة تقول للأمر غيب غيب لأقعد مكانك مفتي وقاضي ونقيب. يعني دور المسلسلات، خاصة المسلسلات القديمة اللي كانت تهضم حق المرأة وتبين قديش تسلط الرجل على المرأة، وإنه الزواج المبكر إنه من صالح الزوج انه يتمتع بالزواج المبكر من فتاه صغيره، وهذا يعني كثير سيء وكثير كان انعكاسه على المجتمعات العربيه، انعكاسه كثير سيء خاصه من حق الفتيات. هلا المسلسلات صراحه اثرت بشكل كبير، سواء يعني قديما او حديثا. قديما مثلا نيجي على مسلسلات الشاميه زي باب الحاره، هاي المسلسلات كان هيك بتحسي في دارج إشي عندهم انه البنت خلص يعني مجرد ما خلصت تبلغ انه لازم تتزوج وعبيت زوجها، يعني الشاب والاب الاخ والاب لما يكون عنده نظره تسلطيه على اخته او على بنته، هون هاي المسلسلات بتزيد من هاي النظره تجاههم وبتخليهم يتعاملوا بعنف اكثر. فهي المسلسلات كان دائما بحس عم بتروج انه البنت في نهايه المطاف انه خلص لبيت زوجها، يعني كانوا يلغوا فكره التعليم، مع انه كان بهذيك الفتره دارج موضوع التعليم، بس كان مقتصر بس على الرجل، مش كان مقتصر على المراه. اذا كان مسلسل الناس يتبعوه، خاصه المسلسلات القديمه اللي الناس بتحبها، فيكون فيها زواج مبكر، ممكن تاثر على بعض اشخاص، يعني مش على الكل، يعني مش نسب بسيطه، يعني مش نسبه كبيره، انه الزواج المبكر مفيد للفتاه وانه الزواج المبكر كويس، وانه ممكن طبعا في له تاثير، لان احنا في ناس كثير احيانا بقلدوا المسلسلات او باخذوا بالكلام الموجود في المسلسلات. صحيح هناك في مسلسلات اكثر تطورا، صار في هناك ادخال نوع من انه تعليم المراه وحمايه المراه من كل الافات اللي ممكن ان، وبالتحديد ظاهره الزواج المبكر، لكن في نهايه المطاف المسلسلات هي متواجده، القديمه وحتى الحديثه. كثير من المسلسلات اللي هي بالطابع الغير تقليدي او حتى بنعتبرها هي مسلسلات مش محليه، ممكن ان ناخذها من مسلسلات عن طريق الستلايت، كلها هذه مسلسلات خارج عن المألوف بواقعنا المحلي، بيروجوا للزواج بعمر صغير
وبعتبر هذه الأمور بحسب قناعتي أنه من الأفضل يكون هناك في مراقبة ومن قبل الأهالي على هذه المسلسلات. تأثير الأفلام الحب والمسلسلات اللي فيها حب وغرام خاصة لأطفال، أنا بحكي عنهم المراهقين، هذا كثير سيء، وهذا بيخلي الفتيات، كثير في فتيات كانت تقلد هذا الحكي وتروح تتزوج، تحب يعني خاصة بالجامعة، أول سنة بالجامعة وثاني سنة بسن مبكر، وتحب الشخص وتتجوز هي بالجامعة وهي مش مخلصة، وهذا له تأثير سيء على الفتيات، وبيخلي خاصة اللي في سن المراهقة بكونش تركيزه أو نضوج دماغه أو نضوج عقله بالمحيط اللي فيه أو بنفسيته حتى، فبتلاقيه كثير في فتيات بتقلد المسلسلات هذه وتتجوز عن حب سن مبكر، وبعديها بعد كم من سنة بتصير تتندم، وبتصير بعد ما ينضج دماغها بتصير تتندم على هذا الحكي اللي عملته، وهذا إشي سيء جدا وبيسيء للفتيات. نيجي للمسلسلات حديثا كمان. هاي المسلسلات الحديثة خلت إنه اللي كلها بتروج لموضوع الحب، طبعاً أنا مش ضد الحب، بالعكس أنا مع الحب، مع الحب الشريف، مع الحب الصادق اللي بيكون عن وعي وعن مسؤولية، ولكن صارت المؤسسات تروج لموضوع الحب بطريقة جداً سيئة، يعني بطريقة مش عقلانية، بطريقة سيئة نوعاً ما، فصارت تلقائياً البنت اللي ما بتحب أو مش مرتبطة، البنت اللي ما بتحب إنها صارت تلقائياً يعني بس تشوف هاي الحلقات تصير مباشرة يروح فكرها لموضوع إنها بدها ترتبط أو بدها تتزوج. يعني لما إحنا بالفيسبوك استعمال فيسبوك ونشوف قصص مؤلمة لفتيات تتزوج بسن مبكر وتحط قصتها على الفيسبوك، والبنات يعني يشوفوا هذا الحكي او الفتيات في سن هذا الحكي كثير ممكن يتراجعوا عن انه يتزوجوا بسن مبكر او عن قصص الحب اللي بيعملوها بيتزوجوا وهم صغار، فهي القصص كثير مفيده، وانا يعني لما بنشوف قصه زي هيك بتألمنا وبتخلينا كلنا نتألم بالمجتمع الفلسطيني، انه فتاه في سن 14 سنه تتزوج وتكون عائله وتحكي عن قصصها المؤلمه، فأنا بحكي إنها هذه عبرة للفتيات اللي بتزوجوا بسن مبكر، وكثير كثير مفيدة، أنا بحكي إنها كثير مفيدة لما تكون قصة واقعية محطوطة على الفيسبوك كثير بتفيد وبتعلم، وبعدين كمان يعني الأميات اللي متعلمات يعني أو حتى اللي مش متعلمات لما تحكي قدامها قصة فتاة وحصلت مع هيك ممكن إنها تفيد كمان وتوعز الأميات عن هذا الحكي. صراحة أنا من الصفحات اللي بشوفها يعني علم نحكي، أنا عادة يومياً بتصفح مواقع التواصل الاجتماعي، بتصفح الفيسبوك وبشوف من هاي المؤسسات، من هاي عفواً الصفحات، صراحة الصفحات اللي بتطلع بوجهي يعني نحكي أنا ضدها بشكل كبير، لأنه بتكون البنت عارضة مشكلتها، يعني مشاركة مشكلتها مع زوجها، مع دار حماها، مع أقاربها، فمشكلتها يعني بإشي له علاقة بالزواج، بتلاقي فوق 100,000 تعليق كل واحد بيحكي من وجهة نظره، فهذا الإشي خطأ. يعني أنا إلي رأي وإنت إلك رأي واللي بالشارع إله رأي، كل واحد إله رأي مختلف، فلما هي البنت اللي بتشارك هاي القصة قصتها مع مجتمع كبير من السوشيال ميديا من مختلف المدن والقرى ودول العالم، كل واحد له وجهة نظره، هي عم بتزيد المشكلة مش عم بتحلها. يعني أنا بشوف كتير بنات عم بيحكوا عن قضاياهم على السوشيال ميديا، أنا صارت مشكلة إلي مع زوجي ساعدوني، إيش أعمل، مشكلة مع دار حماي، زوجي بوقف مع دار حماي، بتيجي كل واحدة بتحكي تعليق إلها، كل واحدة بتحكي رأي إلها، أنا بعتبر هذا الموضوع كارثة عظمى. خلص أنت فرغي عن نفسك، فرغي إذا أنت بتعاني من مشكلة بس شاركيها مع ناس خبرة، ناس بتقدر تعطيكي إفادة بالموضوع أكتر. يعني في ناس بتكون بتحرض فيها على الطلاق، شخص تاني بيكون بحرض معي إنك تصبري، فتلقائيا بتصير البنت مشوشة، بتصير تبطل عارفة هي وين هي. يعني أنا بعتقد هاي صفحات اللي بتروج لهي موضوع، هاي صفحات كارثة لازم الواحد يلغيها أصلا ما يتابعها عن جد. البنات اللي حابين إنهم يعيشوا حياة سعيدة بعيدا عن المشاكل وبعيدا عن الاضطرابات هاي كلها ما تتابع هاي الصفحات. ولحد الآن في صفحات بتروج لزواج البنت بعمر ال 14 وإنه خلاص البنت لبيت زوجها. مواقع التواصل الاجتماعي يعني أصبح هناك في ظواهر سلبية جدا، بمعنى إنه كثير من القصص تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، هناك القصص الإيجابية فيها دروس
هذه مواقع ممكن أن نطلع عليها بشكل إيجابي، لكن بعض المواقع التواصل الاجتماعي يتم فضح قصص نتيجة يعني بمعنى التشويه، وهذا غير لائق. يعني فضح قصة مثلا فتاة تحت لها اسم وعمرها وزوجها وليش صار في إشكالية وليش وصل لمرحلة الطلاق، هذا غير مقبول أصلا. في نهاية المطاف قصص يكون هناك يعني لم يذكر الاسم، لكن يعني ممكن الاستفادة من هذه القصص، هذا شيء طبيعي جدا. لكن قصة يذكر اسم الفتاة وعمرها وليش اطلقت وليش، هذا بيعمل تفكيك في النسيج الاجتماعي، وهذا غير مقبول. يعني أنا قناعتي غير مقبول أنه مواقع التواصل الاجتماعي يتم استغلالها بقصص يتم لفضح الفتاة. إحنا بدنا نحاول نعمل على السلم الأهلي وحماية النسيج الاجتماعي. العولمة وانفتاح العالم علينا كمجتمعات احنا اسلامية، واحنا يعني قبل ما نحكي عن العولمة نحكي عن الاسلام اللي انصف المرأة بكل اطيافها بكل عمرها. الاسلام عندنا، الديانات عندنا، الديانات كلها انصفت المرأة واعطتها حقها حتى بعمر الزواج انصفتها. فعشان هيك حتى انفتاحنا على العولمة او العولمة انفتاحها والغرب علينا، عاداتهم وتقاليدهم لا تتماشى مع عاداتنا وتقاليدنا. احنا تختلف عاداتنا وتقاليدنا عن الغرب، لكن يمكن انا بحكي يعني يمكن عشان هم بيعملوا برامج توعيه عن الزواج المبكر ومساوئ الزواج المبكر، لانه له مساوئ جدا على صحه الفتاه وعلى صحه الرجل الشاب كمان بسن الزواج المبكر، يمكن يستفيد من هذه البرامج اللي بتعمل على توعيه المجتمع الفلسطيني على انه عدم الزواج المبكر للفتيات، بس مش اكتر. اما احنا ما بنقدر نقلد الغرب ولا نقدر نقلد الغرب بالفعل بعاداتهم وتقاليدهم بالنسبة لنا، لكن أما هي كأولمة إنه من برامج توعية، برامج تثقيف، برامج اللي يعني المدارس كمان هم بيعملوا في المدارس عندهم توعية على الزواج المبكر كثير منيح، إحنا بنقدر نستفيد من هاي البرامج. يعني قديما كانت ظاهرة الزواج المبكر هي منتشرة بشكل كبير جدا بناء بحكم العادات والتقاليد، لكن هلا مع العولمة، مع تطور التكنولوجيا، مع تطور الثقافات، مع تطور التعليم وإدراك المرأة والأهل إنه التعليم هو إشي وجزء أساسي من حياة البنت أو الشاب، صار موضوع ظاهرة الزواج المبكر صار يقل. الثقافات الخارجية مش كلها ثقافات إيجابية. الثقافات الخارجية قد يؤدي هناك زرع أفكار سلبية للأطفال، هذا الأمر يجب أن ينظر إنه بعين المراقبة، بعين يكون هناك حماية للأطفال، حماية للفتاة. الثقافات الخارجية مش كل هي ثقافات إيجابية، كمان الثقافات اللي بتعزز أن يكون هناك الخروج عن المألوف، الخروج عن العادات والتقاليد بيأثر سلبا على المجتمع، وبالتحديد إحنا مجتمع محافظة، مجتمع الفلسطيني مازال بيحافظ على هاي العادات والتقاليد، بدها حفاظ يعني بثقافة يعني متطورة، لكن يكون هناك في الحفاظ على العادات الموجودة بحماية الفتاة وبحماية الأسرة نفسها.